السلام عليكم، حياكم الله. اليوم انتبه. اوكي الحمد لله. اليوم راح نكمل بشخصيه جيكوب اند ايسا، ويعني الصراحه افكر انا اسوي المستحيل باني اهزم هاش سيتن لامب ميجا سيتن ودليريوم. هل بقدر اسويها؟ خلينا نشوف. طبعا اكيد يعني راح يعتمد على الحظ بشكل كبير، لكن ان شاء الله يحالفني الحظ. اوكي حلو، مفتاح ذهبي، عاد ان شاء الله ترس بن صناديق ونستفيد من المفتاح. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. اوكي مساعد، يلا زين. يعني راح نقرب من تحول الكونجين. طلعوا يا اخي من هنا. يا الله اطلع اطلع. اي اطلع. اوكي ما في شيء يسوى في الشوب. عجل. يا الله تمنيت سول هارت، نحتاج ضروري سول هارت. طبعا صدق الترنكت اللي عندي هذه راح تزيد احتماليه ظهور غرفه البلاتيريوم الزرقاء، الغرفه الزرقاء. يلا عاد موت، خلص علينا. اوكي خل نحارب اول بوس. انتبه انك تاخذ دمج بس. شيت، شكلي خسرت السول هارت خلاص. اوكي الحمد لله اعطاني سول هارت. راح اخذها بايسو. اوكي هذا الدمج راح اخذه بجيكوب لانه هو اقل دمج. حلو قلب اسود، بس اخذه بجيكوب اهم شيء. يلا بسرعه 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 بسرعه. حلو بترفايت بوب كفو. في بلاد بانك هنا. اوكي راح اخذ الذبانه بايسو بسرعه. حلو خيار صائب. حاليا عندي مساعدين، باقي لي مساعد واحد ويجيني تحول كونجوين. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. طيب حلو اعطاني قنبلة، نحط واحدة هنا ده هنا. ممتاز يمديني خنشيك على الشوب حاليا. اوكي راح اشتري السول هارت بايسو. برحب احرب بس من الحين، مودي ضيع وقت. يا الله ذكري حيل، ما ادري كيف راح اعيش، ما ادري حتى خسرت الديل شمس على طول. صعب صعب. ان شاء الله ما اموت الحين عاد. يلا موت اخرته على رينج بس. يا الله جيكوب الرينج حق اقل، وراح اخذ القلب هذا بجيكوب.
طيب ودي اشيك على الغرف الثانية اذا كان فيها شيء مهم. اوكي هذا ما راح اخذه، راح يزيد بس احتمالية ظهور القنابل. حلو، في تنتد روكينا، ممتاز. راح اخذ بجيكوب ويس، اثنين كل واحد له قلب يعني. في احتمال تكون هنا السيكريت روم. اوكي بطاقتين، حلو ممتاز. واحدة تسوي لي تيليبورت للبوس والثانية تكشف لي الماب، هذا راح يساعدني في ان نخلص من يعني الفلورز الجاية بأسرع وقت ممكن. طبعا ما راح استخدمها الحين، بستخدمها بعدين. يلا عجل موت. يا الله الحمد لله خلصت عليه. شيت يا الله. قاعد اخسر دمج واجد. اوكي راح اخلي هذا مع ايسا. بسم الله. الايتم اللي اخذته مع جيكوب راح انتبه يا الله راح يعطيني بيك ابس عشوائيه كل ما اخلص من غرفه. واما اللي اخذته مع ايسا راح يعطيني تيرز افكت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. راح احارب بوس من الحين لان اذا اخذ دمج حاليا راح اخسر الديل تشانس. ذا سهل اذا كان يمديك تطير. يا الله انا ما اقدر اطير الحين. بس فراح يحركني بالماي. بس الحمد لله خلصنا عليه بسهولة. اكيد راح نسحب على الديفل. اوكي الايتمين هذول يعني لو اقدر اشتريهم بيكون شيء طيب. حاليا راح اشتري هذا بايسا. ثاني ان شاء الله يمدينا نجمع فلوس عاد. لا يبي العجل وادخل الميرور حاليا. انتبه من التيرز بس. اوكي خلصنا عليه. يلا ما بقى شيء نجمع 15. انتبه شت شت انتبه. اوكي حبوب. حلو رينج. ذب الحبة اللي عندك. يا اخي ليش مو راضي يذب الحبة؟ مشكلة ايسا انه حظ سالب واحد، فما ودي ابلع حبوب. للأسف ما قدرت أجمع 15 كوينز. يلا 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 بسرعة بسرعة. حلو عطاني ايتم يسوى. وعندك ايه ايسو التيرز حقته اضعف. خلاص خلنا نمشي على السريع. شت كان المفروض طالع الكاتسين راح يعلمني ويش بالضبط في الايتم روم. يلا مشكلة. حلو عطانا ايتم. ما تفرق راح اخذه حاليا ايسو. بس
حاليا الابر راح اخليه بيسا دايما عشان يجيني يتحول سبان. يا اخي الغرفة راح تضيع وقت كثير. اخيرا سرعة. اوكي هنا كل قنابل فانتبه. شت شت انتبه. اوكي هذا كويس بعد الايتم راح كل ما اخلص من الغرفه راح في احتمال انه يرسب الرون. حلو سول هارت راح اخذه بجيكوب. خلينا ندمر اكيد دميه. ايوه ما بقى شيء. يلا الله بسرعه بسرعه بسرعه. يلا الله بسرعه بسرعه. حلو لك داون. يا الله اخذ بسرعة البطاقة. اوكي بسرعة 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 بسرعة. هذا لازم ادمره لان راح اتوقع راح يرفع الديل شانس. خل نخلي ايسا هنا. راح احط قنبله هنا الثانيه. اوكي للاسف ما كانت هنا السوبر. علينا نعجل. خل نعجل. لا لا ما بقى شيء ما بقى شيء ما بقى شيء. ان شاء الله يا رب تطلع لي الانجل يا رب. يا الله حرام. طيب اقل دمج للحين اللي هو جيكوب. راح ارجع واشيك اذا كانت البلاتيريوم رسبنت ولا لا، لان في احتمال انها ترسبن. انا صراحه الاحتمال قليل حيل لان لحد الحين ما سحبت على الايتم روم. شيت. لا حول ولا قوة الا بالله. خسرت دمج او خد دمج كثير. للاسف ما رسبنت. اوكي خلينا نشوف ايش الايتم. اوكي هذا اتوقع ذاك ايتم مساعد. ما احس انه يسوى مع انه الصراحة ايتم دفاعي. لا حول ولا قوة الا بالله. حاليا لو انا اخذ دمج بجيكوب خلاص راح تروح الديل شانس. انتبه. اوكي راح اخذه بايسو. حلو سول هارت راح اشتري اكيد بجيكوب. خل ندمر دميه ان شاء الله تطيح فلوس. ممتاز. وراح اشتري هذه الخريطه راح تكشف لي السيكرت روم. ممتاز. هنا السيكرت روم الاولى للاسف ما فيها شيء. خل نمشي على السريع. اوكي هذا راح اخذه بجيكوب بالقلب. اوكي وصلنا للبوس. لا حول ولا قوة الا بالله. قاعد اخذ دمج يا اخي كثير. اوكي قلوب كثير. ممكن اروح اذا ما طلعت لي هنا شو اسمه الانجل ممكن
اروح السكرفايس روم اذا كانت موجوده اساسا. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا ما بقى شيء، ما بقى شيء، بس خلصنا عليهم. حلو، طلعت لي الانجل. مين اقل تيرز؟ ايسو. اوكي، الايتم اللي علي مين راح يعطيني الظهر ثلاث قلوب حمراء، فراح اعطيها ايسو. طيب لا تطلع، كنت بطلع شت. طيب ايوه كذا ممتاز. على السريع خلينا ندمر دميه، قصدي ندمر الانجل. اهم شيء يكون فوق، لا تنزل تحت ابد. بس خلصنا عليه بسهوله. طيب انا راح اخاطر وراح اشوف اذا في شو اسمه سكرفايس روم، لان الصراحه انا ما اثق بالانجل ذي انها تطلع لي بعدين. يعني عندنا وقت. اوكي حلو، سول هارت في هذا ايتم مساعد، راح اخذه باي يعني شخصيه. اوكي هنا حصلنا السكرفايس روم. طيب راح اضحي بقلوب ايسا لان عنده قلب، عنده قلوب كثيره. اوكي حلو، هذه اللي تنكت ممتازه، راح تعطيني هومينج. اوكي خلاص بيموت الحين، فخلنا نرجع على السريع وناخذ القلوب. اوكي بسم الله، ما ادري كم باقي الصراحه. حلو رسم سول هارت. الله. اوكي حلو، طلعت لنا الانجل. يلا على السريع، انتبه لا تنزل تحت. اوكي راح اضحي بقلوب بعد زياده لان في احتمال. حلو هذا اللي كنت انا بيه. خلينا نوزع السول هارت. اوكي ثلاثة ثلاثة وبعدين واحد واحد بس. يلا بس خلنا نمشي على السريع، ضيعت وقت كثير، باقي لي بس 9 دقائق. ففي الفلور الجاي راح افعل بطاقة اللي تكشف لي الماب عشان على السريع اروح للشوب والايتم روم اذا كان فيها ايتم يسوى. انا راح اشوف حين حاليا في الكاتس في اللودينج على سكرين. كان المفروض ارجع اخذ القلوب. اوكي والله ذا يسوى الايتم، يسوى حيل. هذا تقريبا ذا ويفر بس اضعف، بس اضعف. راح اسحب على كل شيء، خلينا نكشف ال... يا الله عندي كرس، يا الله كرس ما تخليني اشوف الماهب. على حظي جات على هالفلور. مشكلة فعلت بطاقة بدون ما اشوف، حتى بدون ما اتاكد. تخلص علينا. يا حلو قلوب. بسرعة، كم باقي وقت؟ باقي 7 دقائق. حلو حصلنا الشوب. لا حول ولا قوة الا بالله يا خبي، ابي اتبرع بالفلوس. اوكي خذ جيكوب، خذ دمر دمية على السريع. ما ودي اسحب على الفلوس. يلا بسرعة 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 بسرعة. يا الله بثر الظاهر اللي طلعت، برجع برجع لها.
بسرعة موت. وصلنا للبوس او حصلت البوس، بس باقي الايتم روم. يا اخي الايتم يسوى حيل، يسواه بشكل مو طبيعي. اذا صارت ما ادري والله، انا خايف. خلاص بمشي بمشي الصراحه، بمشي. ما ودي اضيع وقت، ما ودي كلش اضيع وقت، مع ان يعني اكرر واقول الايتم يسوى، بس للاسف. اللي ضربني يا اخي، لا حول ولا قوة الا بالله. هي تطلق تيرز. يا الله، بسرعة بسرعة. بس خلصنا عليها وطلعت لي حلو الانجل. خلنا نخدم اثنينهم بسرعة. اوكي، طيران ما راح اخذه، راح اغيره لان راح يجي فين العيد، راح ينفصلون. اوكي حلو، دمج. مين اقل دمج؟ جيكوب. جيكوب بدمر بسرعة اني يا الله جبت نفس العيد. خنش 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 انحشرت يا اخي. باقي لي خمس دقائق فقط. اوكي مو بهنا. بفجر قنبلة. لا لا لا، بينسحب ذا، خله هنا. يا السريع هنا السوبر حبوب. ما يمديني كلش، ما يمديني اشيك عليهم. يا الله، مو بهنا البوس. بسرعة 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 بسرعة. ما اقدر اسوي ولا شيء، ما اقدر افتح ولا صندوق ولا شيء. لا حول ولا قوه الا بالله. اهم شيء حصلنا البوس. يلا المشكله قلوبي قليله يا اخي، ما ادري كيف راح اعيش ضد هاش. هنا راح افعل بطاقة على طول. بس المفروض ما افتح يا اخي، بس خلاص بدل ما فتحت واحد. يلا اعطني مفاتيح ارحم امك. حلو ممتاز، بس خلاص خلينا نفعل بطاقة ذا امبرر. باقي ثلاث دقائق بس. اهم شيء جيكوب لا يموت. لا حول ولا قوة الا بالله. كي وصلنا لهاش الحمد لله، بس ان جيكوب بيموت خلاص، قلب واحد. حلو، الدمج هذا راح يساعدني حيل، وشيء ممتاز بعد راح اقدر اخذ الايتمين. اوكي نحتاج بس حاليا قلوب، هذا اهم شيء. حلو، هنا في قلب وراح ناخذ هذا القلب برضو. راح اشتري كل شيء. ستارز ما لها فايده. اوكي راح اتبرع بالفلوس الباقي.
نبي يا اخي قلوب قلوب. حلو قلب بعد زياده نبي. ممتاز. حلو حلو حلو. طيب خلنا ناخذ الايتمات حاليا. هذا اكيد صح راح يجي تحول كونجون الحين. شيء طيب وممتاز. امشي لجيب العيد. حلو. راح اخذ الايتم الدمج بجيكب برضو. انا عندها كونجوين. امشي لجيب العيد. حلوين. طيب خلينا نفجر الصخور هذي. حلو في تنت دراكي هنا كان. طيب باقي الجهة الثانية. حلو في بعد هنا صارت. ممتاز. طيب راح اخذ سولهارت بايسو لان قلوبها اقل حاليا. عجيب ما جتني الحين انت. كلش ما له فايده ذا الايتم حاليا. والله صدق ممكن راح اسوي الحين حاليا ريرول حق القلوب اللي هنا. خلنا ناخذ هذا البطاقتين برضو نرميهم هناك. بس ما ادري كيف ارميهم يا اخي. احاول. اوكي حلو. طيب راح افعل الاكتف. اوكي تمنيت انه يجي سول هارت بس مو مشكله. اوكي بسم الله توكلت على الله. يا الله على طول اخذ دمج. خلصنا على أول شكل. العب سيف هذا أهم شيء. أوكي هنا عاد الله يعين الله يعين. كريه. تبى مترسل لتحت. لا حول ولا قوة الا بالله. يلا قوم. ما بقى شيء ما بقى شيء خلاص ما بقى شيء. شيت انتبه حاليا ايسو قلبين بس. العبها سيف. لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله بسم الله. يلا عاد ما بقى شيء موت. الحمد لله. يا الله الحمد لله رب العالمين. طيب راح اخذ القلب الابيض حاليا بايسو. وهنا في بعد قلوب ناخذها بايسو برضو. اوكي خلاص خلنا نمشي ونروح الدارك روم اتوقع. له والله ما ادري اسم الفلور. خلي اشوف اسمه الحين.
شول، واللي بعده بيكون الدارك روم. بفجر الدمى هذولي، يمكن بعدين راح يطلع لنا اللي يبغى فلوس او كوينز. اوكي هذا راح اسحب على الغرفه هذه لان كريه حيل. ان شاء الله يكون البوس عاد في هذه الجهه. شت شت جيكب خلاص بيموت اخي، احتاج قلوب. حلو ممتاز، اعطيني قلبين برضو، اعطاني البثرو. طيب بسم الله. يلا يلا بسرعة بسرعة خلص عليهم. حلو راح افعل الاكتب عند هذا. بس خلصنا على سيتن. اوكي رسبن دليريوم، بس ما راح اروح، راح اروح اهزم ميجا سيتن اول ولامب. ان شاء الله عاد يجيني بعدين ان شاء الله. فتحنا الريد ستو. اوكي هذه الصناديق انا يمديني اسوي لها ريرول، ممكن ترسم صناديق عادية مكانها، لكن برضو ممكن يكون فيها شيء يسوى. حاليا ودي انا خاطر واسوي لها ريرول. اوكي كذا احسن. الصناديق راح يكون فيها ايتمات ولا راح اقدر اخسر قلوب، ولا ننسى ان عندي بثرو. اوكي انا راح اخسر قلب. حلو زين خسرت على ذا القلب لان هذا الايتم يسوى حيل. حاليا راح اخذ هذا وهذا وبرضه هذا لان ايتمات، لان هذا الايتم دفاعي. هذا راح اخليه حاليا، ممكن اغيره بعدين. حاليا انا احتاج قلوب لجيكوب. حلو زين على طول من اقول يرسم القلبين، ممتاز. شت 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 كم واحد. لا 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 الله خلاص موتوا. ازعاج ألف موت خلص علينا. يا الله اوكي خلينا ناخذ القنبله حاليا. انا ودي يكون في غرفه فيها اكثر من حاجه، يعني مفاتيح وقلوب، عشان بعدين افعل الدي 20. اوكي ديد كات ما يسوى كلش ناخذها، ابدا ما يسوى. حلو جاستس
راح ترسبن حاجات. اوكي ان شاء الله رسبن فلوس ذا كثير. يا الله ليش رسبت لي ايتم؟ ما ابي ايتم. طيب راح افعل جاستس هنا. ممتاز. وبعدين راح افعل الاكتف ايتم. ان شاء الله ترسبن صناديق عاد. ولا صندوق. طيب راح اخلي الايتمات او البيك اب زينه ما راح اخذها. راح اخذ القلب بس. راح اخذه بايسو. انتبه بس. حلو. راح اشحن الاكتف وارجع. اوكي خلينا نرجع. وبرضو انا عندي الترنكت هذه ما لها فايده حاليا. اللي هي بترفايد بوب. والحشرة باقي الحشرة بس. ذبيتها خلاص. اوكي راح افعل قبل نفعل صج. خذ ذا لا ما ابي اغير البثرو. اوكي بسم الله. يا الله نبي صناديق. نحتاج صناديق. طيب خلنا ناخذ القلب بيسو ونكمل. ان شاء الله فيها صناديق الغرفة هذه. اوكي ممتاز. طيب خلينا نفتح الصناديق حاليا. اوكي هذا الكتاب ممتاز راح يعطيني قلوب سوداء. هذا ما له فايدة. اوكي حاليا الشخصية اللي اقل قلوب هي جاكوب. راح اخذ الكتاب هذا بجيكوب. لكن ما ودي انا اغير الدي 20. طيب حل ان استغني عن الريشة. حاليا راح افعل الدي 20 هنا عشان اغير. بس قبل خل باخذ بطارية هذه. يلا بسم الله. حلو رسم صندوق ممتاز. اوكي هذا اكيد ما راح اخذها. راح اخليها. نبي جاستس. شيت اخذت القلب الغلط. اوكي راح ارمي الذفول. شكلي بحارب من الحين ذا لامب. لأنه ما ودي اخسر دمج. فنقول بسم الله. يا الله تأخرت. شت 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 يا الله. يلا موت خلص علينا. شات خسرت يا اخي قلوب كثيرة. راح اعاني مع ميجا سيتون يا اخي. طيب خلينا نكمل نخلص من كل الغرف. اوكي هذا ايتم عنكبوت راح اخذه مع جيكوب. حلو جاني تحول لعنكبوت. اتوقع يرسب من عناكب. في الغرفة ذي يا أخي كريهة. يلا موت. يا الله تأخر حلل حلو يموت. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما أخذ قلوب أخسرها على طول. هيخذ لك بعد أيتم زبال ما له داعي.
طيب باقي بس غرفة واحدة يمكن. اوكي باقي بعد غرفة زيادة. نبي قلوب قلوب. شيت المفروض ارجع. خلاص اوكي ما تفرقه. هذه اخر غرفة. اوكي رسبن رون شارد. طيب خلاص انا راح اخذ القلب اللي هنا والمفاتيح، لان اتوقع السكرت السوبر سكرت فيها حاجه اكثر. طيب هي راح افعل الدي 20 وان شاء الله رسم صناديق يا رب ولا صندوق. طيب خلاص اجل خلينا نرجع ناخذ البثر ونغير الايتمات اللي هناك لانها زباله كلها. اوكي خلينا ناخذ هذا ونخلي دي 6، لكن هذا الصراحة يسوى لأنه راح يعطيني قلوب، راح يعطيني الظهر 3 قلوب. شكلي باخذه، بس اخذه مع مين؟ الأقل قلوب حاليا هو جيكوب، فراح اخذ هذا اللايتب بجيكوب. في قلب هناك راح اخذه ب ايسا. طيب خلينا نغير الايتم الايتمين هذول حاليا. بسم الله يا الله كلها ايتمات زباله. اوكي هذا راح يحمينا من الاشواك اتوقع والدم الاحمر اللي يكون في الارض. طيب خلينا ناخذ هذا الايتم وراح ارجع في غرفه مديني احفر في الارض ويمكن يطلع صندوق او حاجه اللي هي هذه. اوكي اتوقع كذا خلاص راح اخذ القلب واتوكل واروح الميجا سيتن. ان شاء الله هذه البطاقه تسوى. يا الله اوكي خلينا نفعلها وما دام انه في فلوس كثير هنا خلينا نستخدمها. اوكي تفجرت بسرعة الصراحة ما امدى يعني يتبرع بكل فلوس. اوكي خلاص اتوقع كذا راح نمشي. اوكي بسم الله توكلت على الله. الله يعين شيء نضبط. يا الله ما اقدر اتحرك. اوكي بسم الله. يا الله انا سحبت على ترينكت. شيت ترينكت الدودة مهمة حيل ذي كانت. لازم صح اي هذا اوكي صح. يا الله يا الله تأخرت اتحرك بسرعة. يلا لا ما بقى شيء نقدر. يا الله ذا فوق كيف اصحي الحيوان ذا؟ ما اقدر اصحي ذا الكلب. تعال انزل. يا الله يلا ما بقى شيء بس باقي بس الفيز الثاني.
الله يعين هنا عاد الله يعين. يا الله شت، لا حول ولا قوة إلا بالله، بموت. ببدل، أخلي عيسى قدام هالمرة. باقي بس نص المشوار. لا يا الله، اوكي هذه الحركة هذه سهلة. بس الحمد لله خلصنا عليه. طيب دليريوم بيجي ولا لا؟ للأسف ما جاء دليريوم. يا الله باقي بس دليريوم نخلص، حرام. آخ ابن الكلب، دليريوم ما جاء، الله يلعن شكله. اوكي خلاص، وبكذا وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى ان نال على اعجابكم، شكرا على المشاهدة، يلا فأمان الله.